السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد معايا نعم مصطفى. نعم معك. أيوة. بعد إذنك كنت عايز أسأل على الحديث اللي هو المذكور اللي هو بتاع القدسي اللي هو شتمني ابن آدم، هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ بس مش يعني صحيح صحيح صحيح. طيب وسيدنا قال إن موسى لي لما سأل عفوا سبحانه وتعالى يقول لي نعم تقصدين الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما ايوه تكذيبه إياي فقولي إني لن أعيده مرة أخرى، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد كذا. لا ايوه هو السبب ده. صحيح. وسيدنا موسى لما قال له كفتني عن الناس قال له انا ما كفتش نفسي، هكفك ازاي يا موسى؟ لا ده لا ايه يصح كل لا يصح. ده غلط صح؟ أي غلط.